ناخد شاور بميه وملح. بس انا هقولك على حاجه، يعني هو ميه البحر احسن، يعني انا دايما اقول ميه البحر افضل. هو ومش كل الناس بينفع معاها الميه والملح، مش كل الناس. لا. لان انا برضو كنت حاسه بكده، لان في ناس ميه وملح تجننها اكتر. طبعا حسب العنصر بتاعها. صح كده. يعني بشكرك جدا خبيره الطاقه سونيا الحبال، نورتينا استاذه سونيا، وان شاء الله لينا حلقات تانية في حاجات كتير عايزه اسال عليها ما لحقتش اسال عليها. مشاهدينا، يعني يمكن النهارده اكتر حاجه كنت عايزه اعمل عليها سبوت واركز عليها وفن الهدايا وطاقه الهدايا. طاقه الهدايا، لان احنا كلنا مش فاهمين حاجه عن طاقه الهديه. اعتقد يا رب تكونوا استفدتوا النهارده. البنت تجيب ايه؟ الست تجيب ايه لجوزها؟ ايه الحاجه اللي تديني طاقه تخلينا نكمل ويفضل حبنا ده مستمر؟ لان بعض الهدايا بتخلي فيه فركشه وطلاق وانفصال. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، ودايما بكون معاكم ايمان مختار ويحكى أن على شاشة القناة الأولى. شكراً.